بالنسبة طبعاً للأحكام العرفية هنا اللي بتقوم عليها هنا العائلات، بتكون في خلاف مثلاً بين عائلتين، العائلتين دول طبعاً بتنشب بينهم المشكلة مثلاً وتصاعدت المشكلة، ففي أطراف بعد ناس بتتدخل طبعاً لحل المشاكل دي، وبناء على كده بتتترتب مواعيد وناس بتقعد طبعاً قعدات، وبيتم طبعا جمع الطرفين، بيجتمعوا الطرفين وبيتاخد عليهم ضمانات ماليه في البدايه، وبيقعدوا لحل هذه المشكله، وبتجتمع طبعا بعد ما ناس بتتدخل طبعا، ده بيبتدي ان هو يبعت مثلا المحكم فلان والمحكم فلان بيجتمع، ده بيجي من عنده كذا وده بيجي من عنده كم واحد وده بيجي من عنده كم واحد، لازم يكون المحكم متفقين عليهم بالله. متفقين لا، هو كل طرف مثلا انا قابلت ان انا سيادتك انت هتحكم لي مثلا، فخلاص فهو ما يبعت لكش، بقى الطرف الثاني ما يبعت لكش، انت انا ببعت ليك انت كطرف ان انا اخترتك محكم ليا انا الشخصي للقضيه بتاعتي او لمشكلتي. الأستاذ حمدي برضو ممكن بعت لي واحد تاني، خلي بالك لا يحق له ان هو ينفع ان هو يتدخل لي انا برضو في بس كله ده بيجتمع بداية، وبيتم ان هم الفاتحة وحلفان على كتاب الله ان احنا هندخل في هذه القضية وهنحكم فيها بما يرضي الله. على سبيل المثال دية القتل ممكن تقدر مثلا ب 500,000 ب 600,000 ب 300,000 حسب تقديرهم هم، ليه؟ لان في اسباب برضو بتكون مترتبه قبل الحكم هم بياخدوا بناء عليها الحكم بالزبط. يعني ده قتل ليه؟ ايه السبب وايه الدافع اللي خلاه وصل لما الشخص ده قتل فلان مثلا؟ فدي بتنزل برضو، بيفضلوا لغايه ما بيوصلوا لقيمه معينه او رقم معين في الحكم. التعويره مثلا، تعويره الوجه بتسبب عاهه مستديمه مثلا، بتقدر مثلا ب 1000 جنيه ب 2000 جنيه الغرزه. اولا بيكون الطرفين ارتضوا القعده عند الشخص اللي هو هيتعمل عنده المعاد. ثانيا بيتم من الطرف اللي هو هيتعامل عنده المعاد، سواء الطرف اللي اختاروه المحكمين او اختارته جهات التخاصم، بيتم التنبيه على الطرفين ان ممنوع اصطحاب الاسلحه منعا باتا ايا كان سلاح او ما شابه ذلك. بيكون واخدين عليهم كلام ان ممنوع الغلط ممنوع، فخلاص انت حالف على كتاب الله ومضى على وصولات امانه، فمش معقوله يعني مش هترتضي. هي بتبقى حالات نادره يعني، ان هو مثلا ما يعجبوش الحكم فيقول له شرع الله عند غيرك، او ما عجبنيش الحكم، انت كده بتشكك في المحكمين اللي هم حكموا. لو ما وافقش الحكم ممكن تتعامل قاعده تاني عند ناس تاني عند محكمين تاني، لان المحكمين طالما هو ما ارتضاش بحكم من المره الاولانيه المحكمين مستحيل يحضروا له قاعده تاني، فهيشوف محكمين تاني في بيت تاني في تعمل قعده تاني، ده لو ارتضى الطرف الاخر. لو غير كده ممكن في الحاله دي ممكن بيلجأوا للقضاء. بيجي المحكمين طبعا بيطلبوا الطرفين في القعده، كل طرف بيعد العدد ده اللي هو بتحكي اللي حصل المشكله من بدايتها لنهايتها، كل طرف بيحكي وجهه نظره والمشكله حصلت ازاي وبدايتها ايه ونهايتها ايه. تمام، ده اسمه العدد. اللي بيعد الاول ليه حق التعقيب، اللي بيعد بعد كده ملوش حق التعقيب. العدد اللي هو زي ما قلت لحضرتك اللي هو بيحكي الحكايه المشكله حصلت ازاي وما حصلتش ازاي وبدايتها ايه ونهايتها ايه، وكل واحد بيحكي من وجهه نظره. المحكمين بعد ما يسمعوا الطرفين او الشخصين اللي هم اختارتهم كل عيله عشان يعدوا، بيطلبوا منهم ان هم يسيبوا القاعه ويطلعوا كمان، وبيقعدوا المحكمين مع بعض بيتشاوروا. كل محكم ليه وجهه نظر ان الحكم لازم يبقى كذا، وده بيقول لازم يبقى كذا، وده كل واحد ليه وجهه نظر، وفي الاخر بيرتضوا بالحكم اللي هو بيتجمع عليه المحكمين. لو المحكمين 10 والخمسه قالوا حكم وخمسه تاني قالوا حكم، في الحاله دي بيلجأوا لصاحب البيت، بيكون طرف اللي هو الفيصل. لو قال مثلا انا مع الخمسه دول خلاص يبقى حكم الخمسه دول يمشي، لو قال انا مع الخمسه التانيين يبقى مثلا دول حكموا مثلا ب 10,000 وده حكم ب 15,000 مثلا يعني، فهو بيقول لك انا لا انا حكمي هيبقى مع الناس اللي حكمت ب 10,000. في الحاله الوحيده اللي بيلجأ لصاحب المكان
ان الطرفين المحكمين بيتعادلوا في القرار بتاعه بعد ما ياخدوا وصلات امانه وحلفان مصحف وي بتكتب المحكمين بيكتبوا القرارات اللي حصلت والحكم اللي حصل وبيمضوا المحكمين الاستاذ فلان والعمده فلان والشيخ فلان كله بيمضي وان ويتوثق وتيجي الطرفين بيمضوا على الورق ده وبيتاخد شرط جزائي شرط جزائي على المعتدي بمليون بنص مليون على حسب ما يرتضي المحكمين وبتنتهي القعد على كده والفاتحة ولا الضالين أمين وبيروحوا بعد كده ده الطرف الأولاني بيعمل غدا والطرف الثاني بيعمل غدا والناس بترجع زي الأول يعني. وفي النهاية طبعا بقول لحضرتك أن ثقافة المواعيد دي ثقافة متأصلة من جدود الجدود القعدة العرفية ده أحكامها بتكون نافذة وتكون نهائية وبتكون مرضية للطرفين ومتأصلة من أيام جدودنا وكل الناس في القبائل العربية ماشية بالأحكام العرفية.